يا هلا مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مساكم الله بالخير. بموضوع الشيب اللي تكلمت عنه، شنو قلت؟ قلت الشخص العصبي اللي تشوفونه يحمق بسرعه، عنده رده فعل، هذا ما ينسمى انسان عصبي، هذا عنده رده فعل. يعني شنو؟ يعني مثلا صار موقف، صارخت، انزعجت شويه، بعد 5 دقائق 10 دقائق دائما تشوف العصبيين تلقاه يضحك يسولف وبسرعه بسرعه يسامح. يعني انا عندي صديق، يعني اللي يشوف عصبيته يقول هذا راح يذبح، 5 دقائق بس. انسان ثاني يمكن حتى اطيب مني، ولكن منو الانسان العصبي اللي يخش بقلبه، اللي تقول له ها عسى ما شر فيه، لا ماكو شيء، وخاش بقلبه. هذا الانسان العصبي عصبيته ايش قاعد تسوي؟ قاعد تتاثر اعضائه، عنده اعضاء داخل قاعده تتاثر بعصبيته. شنو اللي قاعد يتاثر؟ يرتفع الكورتيزول، بعدين راح يصير فيه التهاب بالقده الكظريه. هذه القده، هذه الكلتين فوقهم في قده كظريه، هذه مهمه جدا، هي اللي تعطينا باور، هي تنتج